أخ سؤال جميل، يقول لك الأخطاء اللي بتصير من أولادنا كيف نتعامل معاهم؟ والله رسالة عميقة. انتبهوا على شيء واحد، إنه مهما أخطأ ابنك يظل ابنك. نوح عليه السلام ابنه كافر، يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ومع ذلك قال يا رب إن ابني من أهلي. انتبهوا، لكن مشكلتنا إذا الابن سوى أي غلط نعاقب هذا الابن وما عاد نتكلم معه وما أدري إيش نسوي فيه. يا أخي ناقش السلوك ولا تناقش الذات، ناقش السلوك. والله يا ابني ترى السلوك هذا غلط، لكن أنت ولدي حبيبي، لكن سلوكك هذا غلط، أنا السلوك هذا ما أبغاه. لوط عليه السلام ماذا قال لقومه؟ إني لعملكم من القالين. ما قال لكم، قال لعملكم، مع أنهم شوف إيش سووا. فلذلك لابد أن نناقش السلوك ولا نناقش الذات. مهما أخطأ لو سوى الكبيرة، اجلس معه، تعال يا ابني ترى الشيء هذا غلط وهذا كذا. لما تتكلم مع الولد بهذه الطريقة، لكن تعال تجد بعض الآباء ما يتكلم أصلا مع الابن، خلاص اكس عليه ما عاد يكلمه. تجي الأم يا أبو فلان معليش وسامحه المرة هذه، خلاص قفل، ولا يهينه بالكلام وبرضه ما عاد يكلمه. الولد حيصل إلى مرحلة، لابد أن نعرف أن الطفل يمر بمراحل عمرية مختلفة. في مرحلة من المراحل يسموها مرحلة التمرد، يبغى يمشي اللي في راسه ويبغى يسوي اللي يبغاه، ما عليه من الأب ولا عليه من الأم. فانتبه لا تصل مع ولدك إلى مرحلة التمرد. لذلك النقاش مع أخي الفاضل، لابد أنك تحب هذا الابن، حبه هذا مختلف تماما عن الغلط عن الخطأ. أنا ناقش الخطأ هذا أخطأ، تعال نتكلم في الخطأ، نشوف الطريقة لمعالجة هذا الخطأ، لكن تظل ابني حبيبي. يعني أنا أقول لكم يعني مواقف كثيرة على مستوى المدارس، على مستوى التعليم، على مستوى كذا، تلاقي ابن كان ممتاز وفجأة ترك التعليم، ترك الدراسة، ترك كذا من أجل كلمة. الكلام مهم، الكلام مهم جداً.